طيبا في زوج. وما يقول ما عليك زوج ما عليك طيب ها طيب, طيب ترى طيب ما طيبه النفس طيبه حتى الكرة الأرضية. هالحين لو ضربنا مثال المفحطين موذين على نفسه وموذين على الشارع وموذين على الرصيف موذين على الحدائق موذين على المواطنين كذلك مروج المخدرات موذين على نفسه موذين على الشارع موذين على الدولة موذين على كل من في الأرض وكل يدعي عليه. لكن لما يشوفون الإنسان البار بوالديه شو يقولون؟ الله يوفق الله يسعده شفته يا محب ابوه. هالحين ينكسر قلبك يوم تشوف بعض الاباء اقسم بالله انه ينكسر قلبك يوم تشوف بعض الاباء يتخدمون لعوالهم. لبيك نافداك ما بعد سمعنا هذا من ابواننا. ابواننا يصلوننا صلي سمعت مني والله العظيم ان عينه ما تنزل منك قدام الرياجيل وانك لا يطيح الفنجال من يدك ولا تشوف يمكن تنشب اللقمه في حايلك. ليه؟ لانهم يصلونك ما يبوك تجي ما انت خرفت دياتك رخو يبونك لقيت لان تجيبها لانتصال الرجال. شوف ابوك يعلمك الشده يعلمك القوه يعلمك الشجاعه يعلمك وقفات الرجال يعلمك مقابل الرجال يعلمك استقبال الضيف. امك تحن عليك ترحمك تبكي عليك. لكن بعطي بما ان النقل المباشر بعطي نصيحه للاباء امانت معك ودعت منك لا تروح لاي مكان الا مودع ابوك ومودع امك. تدري وش بتعين؟ ها كل علم طيب. لا بتعين ودعت الله الذي لا تضيع ودائعه. لما جيت حبيت خشم وقلت انا وين رايح يبا انا بروح للرياض ولا بروح القويه قال ودعتك الله الذي ما تضيع ودائعه. امامتك نفس الشيء استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. واحد من ربعنا يسولف علي في حادث محقق موته يقول اقسم بالله ان الموتر يمشي 240 قال ولا شفت وجه الموتر الا قد وقفه. قال اقسم بالله اني ما تذكرت عمل الا اني يوم ودعت امي ها قالت استودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه. يا سلام. والله الذي لا اله الا الله حتى المشخ ما جاء فيه وان الموتر من شافه يحلف بالله ما حيا من اهل احد. الله اكبر ما شاء الله. تراه طه اخرج هلا من الموتر ونزل على مثل الفرشه. سبحانه. معجزه معجزه معجزه. اي لذلك دائما ابوك انت اللي بحاجته اكثر ما هو بحاجتك. والديك انت اللي بحاجتهم اكثر ما هم بحاجتك. لذلك لا تغبن لا تغبن هني لمن والديه عنده يبرهم. احسنت. هني لمن والديه عندهم يبرهم. احسنت. يقول واحد من مشايخ شاف له شاب يقول عنده ام يقول الام خبله يقول عقلها ما هو يقول ومرن على البراده ومرن على الاذى ومرن الاذى المهم يقول قالت يلا يلا يقول لهم في المستشفى يقول قالت يلا مشان ودني مكه يقول قال على خشم لحد الشيخ مثل الشيخ علي جالس يشوف المشهد يقول يا ولدي امك خالي تم العقل وين بتروح؟ قال بوديها مكه. قال وانت كل ما قالت شيء بتوديها؟ قال والله يا شيخ انها لو تقول منين ما تقول اني ما اصلها يقول مره مرفوع عن القلم عنها. يقول قال يقول الشيخ انا هبلت منه وقلت يا شيخ يا ولد اعطني قصتك انت وشي. قال هذا ابوي تزوج الحرمه هذه. طيب. وشافه ويوم حضر للرؤيه الشرعيه يقول فره مره جميله. يقول غشوه بامي. يقول والرجال من القهر بس واقع المراه ليله الدخله وطق يوم اصبح وطلقها. يقول اراد الله انها تحمل من هذه النطفه. يقول في يوم حملت يقول وين جبتني؟ يقول كل شيء ما تعرف تزينه، لا تعرف تطبخ ولا تعرف تسوي شيء ولا ما سمعت مني. يقول لكنها حفظتني مثل ما يحفظ الطير فرخه. الله اكبر. يقول فكانت ما تخلي حد يلمسني ولا حد ينظفني ولا حد يرضعني ولا حد يغسلني ولا حد يسوي بشيء. يقول فكانت تبزاني بزاياه ما حد شيء. يقول فالله كتب لها ان الله كاتبني لها والله كاتبها لي. سبحانه. فوالله يا شيخ الشيخ تقرب منه والان دكتوره في جامعه الامام حسب ما قاله وحسب ما نقلت الروايات. ولا تجد بار الا موفق. ولا تجد بار الا موفق. ابدا ابدا قاعده ما لها شوال ابدا مره. نعم سبحان الله. قولوا يا الله ان الله يرزقنا بر ابانا وبر ابنانا ان على كل شيء قدير. ترى الوالدين تقدر تبرهم ولو انك لو انهم ماتان. قالوا كيف؟ يقول احد المشايخ يقول لو انك استغفرت 100 مره طيب ثم قلت استغفر الله العظيم زينه عرشه ومداد كلماته ورضى نفسه لي والوالدي لا كتب الله لهم هذا. الله. فانت تقدر حتى بالاستغفار والدعاء انك تبلغ والديك بهذا الفضل العظيم. وهو دعاء لهم. وهو دعاء لهم. انت تدعي لنفسك ولها وللمسلمين.
أنت لما تدعي لوالديك مثلا تستغفر استغفر الله العظيم استغفر الله خلص مياه مثلا استغفر الله العظيم عدد خلقه ورضى نفسه ومداد كلماته وزنة عرشه لي والوالدي 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 وخال المسلم كتب الله هذا لك والوالديك وإخوانك المسلم فليه لأن هذا فضل الله مو هذا الله يعطي فضل ما يخطر لك على بال صحيح من الكريم ومن العليم ومن المعطي ومن المانع هو الله سبحانه وتعالى لو عطى الله كل من كان في السماوات والأرض ما نقص من ملك الله لو إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر فضل عظيم ما نقطع أحد لا لا هذا يدعوني الأمور واجد يا أبو محمد تسلم وحديثك ما شاء الله تبارك الله يا رب قدرك موفق وحديث شيق أقول أنا حقا فيك جعلت كسر الزيارة جعلت أبشر ونحن محتاجين لهذه التوصيات بلا شك كلنا في حاجة وتوصل القلب بلا شك ولا ندري نسولف معك ولا نقول عطنا قصيد